السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيفكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد لماينكرافت. صار لي زمان ما نزلت عن هاي اللعبه، صراحه كثير متحمس لانه اليوم راح نلعب مود الوان بلوك في ماينكرافت. فقبل لا نبدا لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، وهيك بنقدر نحكي ليتس جو جديده. هاي ليتس جو. طيب يا اخوان، زي ما انتم شايفين حاليا انا واقف على الوان بلوك وبدنا نكسر البلوك هاي عشان نبني عالمنا. اكيد قبل هيك انا قلت لكم عنها مره، نزلت فيها اوكي، نزلت عن هذا المود بس انا ما كملته ونسيت اللعبه بصراحه. اكثر مود حبيته اللي هو هذا الوان بلوك، فبدي اكسر حاليا. اوكي اجاني صندوق. انا نسيت اقول لكم يا اخوان، خلينا نوصل هذا المقطع الفايك لانه زمان ما نزلنا ماينكرافت، فاتوقع انتم نسيتوا اني انا اصلا بنزل ماينكرافت. طلعت من اللعبه، رجعنا للعبه. ذيرز 10 بلوكات، بحكي لي ضايل 10 بلوكات عشان تنتقل للمرحله اللي بعديها. المرحله اللي بعديها زي ما انتم عارفين بعطيني بلوكات اكثر او بلوكات افضل. اوكي خنزير جاني. زمان كنت اطرهم الخنازير بس هاي المره ما راح اطره لاني راح اعمل حظيره واحطهم فيها واعمل كل حيواناتي فيها. اذا بتسالوني ايش قاعد بسوي، اكيد قاعد بوسع المنطقه لانه كثير ضيقه. مش عارف ليش بحسها مسبه لما احكي خنزير. سوي كرافتنج تيبل هسه. لا انا احكي اوكي هسه خلص هسه. اوكي الكرافتنج تيبل عشان اذا بدنا اي شيء لازم اخذ ديرت، ما بدي اخذ خشب، ما بدي استخدم كل خشباتي. طب ما انا عملت كرافتنج تيبل، ليش ما اعمل ادوات؟ اوكي وهي البيكاكس. اوكي اخيرا لفظته صح عشان ما حداش يعلق علي. وهي الاكس. اوكي سوينا الاكس. بدي اخذ هذيك بتاعت كسرت البندق. هاي انا ما بعرف اسمها. الهاو اسمها الهاو. اوكي هيا هو اسمها هو. هاي الهو عشان ناخذ هدول. لا بدنا شفل عشان يا اخي شو التياسه هاي. لازم ناخذ الشفل زي هيك وهذا عشان الزراعه مو عشان التكسير. هذا عشان التكسير. اوكي روح على كسرت الخشب. فقديش ضايل؟ اتوقع ضايل بلوكتين المفروض عشان انتقل للمرحله اللي بعديها. هسه راح انتقل بعد هاي البلوك، راح انتقل هاي البلوك راح انتقل بعديها للمرحله الثانيه اكيد. اوكي انتقلنا. بلوكس لايك جارفل فول داون. يا اخي ايش بدهم؟ This item may help you that. اوكي وقال لي يمكن هذا الايتم يساعدك اللي موجود في الصندوق. اعطوني صندوق مي. كاست مي. هذا راح يظل يوقع. اتوقع وصلنا للمرحله اللي بعديها لانه في اشياء جديده بلشت تطلع لي اللي هي زي ال اوكي قلوب حب. لا اوكي فكرت انه شيء كثير حلو بس خشب. اعطوني عادي معلش. لسه ما وصلنا لمرحله الدايموند. هي المرحله الثانيه. اوكي انا فكرت انه شو اسمه وصلنا للمرحله الثانيه. حاليا وصلنا للمرحله الثانيه اللي راح اخذ فيها اتوقع حجر. اتوقع راح يصيروا يعطوني حجر هسه. حجر. يا ديرت قلبوا لي اياها كلها، تعطوني ديرت. اوكي عادي قاعدين نستنى ما في مشكله، فيش ورانا اشي. الديرت برتقالي. ثلج. بطيخه عشان الاكل عشان ما يجوع اللي معي. نصير نوسع. اتوقع لازم نصير نوسع لانه صار معي كثير ديرت. يا 37 كويسات بقدر اوسع فيهم. يا اخي بحس لعبه ماينكرافت حق رواق والله العظيم انه هيك. للامانه انا ما بحب اخش الا لما اكون رايق هيك بالي فاضي، اما الفتره الاخيره والله كنت مدوش بكثير شغلات شخصيه عشان هيك ما كنت العب ماينكرافت. اوكي خلصنا كل الديرت اللي معي، لازم اجيب كمان ديرت عشان اوسع المنطقه اكثر. اوكي خنزير ثاني ابعد عني. لا بالغلط بده يشمطني راس زعل. اوكي عادي هاي رجع طبيعي. بقرة. نايس. خلينا اوسع كمان. ممكن استخدم الخشب اذا حسيت انه الوضع لازم استخدم خشب، بس حاليا ما راح استخدم ولا حبة خشب، راح اخلي الخشب كلياته الي. انكسر الشبل اللي معاي. لازم اعمل كمان شبل جديد وهي كمان شبل جديد. لحد هسه ما اعطوني ولا حجر صح؟ ولا حجر اعطوني لحد الان يا اخوان، فشيء كثير سيء لحد الان ما معاي ولا حجر، عشان اطور ادواتي هذا هو الهدف من الحجر. اوكي يا رب يكون لا زريعات. الزريعات يا اخي اعتقد انه مو لازم ازرع حاليا لانه المنطقه صغيره بعدها، فلا ما راح ازرع هسه. سوري بقره. نايس. خروف. حاليا زي ما انتم شايفين عندي حيوانات يعني بشكل مناسب، يعني لو عملت مزرعه بس مش هسه راح اعملها المزرعه، راح اعملها كمان شوي. ما راح اخليها كبيره. لا ما راح اخليها كبيره. كل انواع الحيوانات عندي الا انا. حتى انا موجود في اللعبه. هاي اخريت البياخة. اوكي راح نعيد من اول وجديد. بأدوات جديدة. خلاص راح كل شيء يا اخوان. كان معي كم من قطعة هاي خشب. خلص كان معي شوية خشب بس هي عوضناهن ورجعنا جبناهن من اول وجديد. لازم اعمل صندوق واحطه هيك جنبي عشان ما اوقع، عشان اذا وقعت ما يوقعوا اغراضي. يعني لو كان معي دايموند وقعت هاي الوقعة والله بنجلت يا اخوان والله جد. تخيل يضيع منك دايموند بهي الطريقة الغبية. كان معي ثلاث خنازير.
كان لازم يكون عندي ثلاث خنازير، في خنزير ضاع، والله في خنزير ضاع. يلا عادي معلش، هاي الثاني اجانا. اوكي اوكي هاي صندوق عشان اخذ كله. اوه جلد نايس، هذا بعمل منه كتب او بقدر اعمل منه دروع، فاشي كثير حلو لحد الان. بدايتي بقدر عنها، بقدر احكي عنها موفقه او جميله. اجى الليل يا اخوان، لازم انام، ما عندي الا خروف واحد ما بقدر اذبحه، لازم يجيني ايرون عشان اسوي ماكينه حلاقه عشان احلق له الصوف تاعه، وكمان بقره لازم اوسع، لازم اوسع في الحال. حظ زباله والله، حظ زباله. اوكي يلا يلا عادي نبلش من جديد، ستارت اوفر. حتى وقعت في الحياه. اوكي كمان خروف يا اخي. المشكله طلع اول مشكله انه اذا اني بقتل الخرفان حاليا ما راح اقدر اقتلهم. ليش؟ لانه اذا اني بضربه ضربه راح يهرب برا المنطقه هاي، راح يوقع تحت ويموت وما راح استفيد منه ولا اشي. يا رب تبحث عني. لا 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 لا، ضربته بالغلط، ضربته بالغلط، هرب، نطحني راس. اوكي خلص اذا نطحتني راس وخط. لا اخي وقع الخنزير، يلا عادي الله يسامحه. الحلو بالموضوع اني ما بستفيد من الخنزير اشي، فعشان هيك ما راح ازعل. اتوقع لحد الان ما اجاني ولا حجر يا اخوان. اوه عندي ثلاث خرفان بقدر اعمل سرير، بس كيف بدي اقتلكم انا؟ في عندي طريقه. لا 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 لا، لا تهرب لا تهرب، اوعى توقع، مش ناقصني، بدي اياكم انتوا. ممكن احوط المنطقه في سور واذبحهم، بس انه بنفس الوقت صعب اني اعمل هذا الاشي لانه معيش خشب. عادي عادي راح اعيش اول يومين في الليل ما في مشكله، بس بعد هيك ما راح اعيش في الليل، راح اقتلهم كلياتهم او اني اخذ الصوف تاعهم حسب ايش بيجي على بالي. اوكي اوكي انتقلنا للمستوى اللي بعده، بس البقره مغطي على الشاشه، ابعد عني يا بقره. اوكي هسا المستوى اللي بعده اتوقع راح يعطوني حجر، على الاكيد على الاكيد لازم يعطوني حجر، والله بزعل. طيب خليني بدل ما استنى اوسع المزرعه، بس انه خلص خلص الوقت، خليني اشوف ايش راح يبلش يعطوني حجر. لا هي هي الحجر، هي الحجر يا اخوان، هي بلش يعطيني الحجر، طلعوا هذا حجر. اوكي بدي اوسع المزرعه، يا رب ما اقع، يا رب ما اقع، يا رب ما اقع، مو ناقصني، ابدا من جديد لانه هسه كثير البدايه. لا 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 دقيقه دقيقه، خليني اعمل صندوق، احط صندوق عشان لو قعدت ما يضيع مني ولا إشي. يلا 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 حط كل شيء، حط كل شيء، حط كل شيء، حط كل شيء، اعطيني الدرت بس عشان اوسع المنطقه. اوكي اوكي هيك خلصت توسيع المزرعه، فلازم اخذ مش مزرعه، الوان بلوك، الوان بلوك. خلينا نتفق على شغله انه هاي مو مزرعه، المزرعه جزء من الوان بلوك، هاي وان بلوك. بدي اعمل هسه الموارد من اول وجديد من خشب عشان اخذ الاشياء الموجوده من يعني زي الحجر الموجود على الارض عشان اقدر اخذه. اوكي يب اخيرا اول حبه حجر اخذناها في الوان بلوك. هسه راح اسوي اشياء كثير، راح اول شيء راح اسويه يا اخي لا تطخني لا تضربني راس. اول شغله راح اسويها راح اسوي راح اطور الادوات، بس بعد ما ينكسرن. هسه ما راح اطور شيء. اوه فحم 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 نايس. طب ليش شلت ايدي عنه؟ اوه فح ايرون ايرون نايس نايس. احنا بدنا حبه ايرون عشان ناخذ الصوف الموجود على الخرفان، بس لازم اول شيء زي ما قلت لكم لازم اطور ادواتي للحجر، وهيك الاكس كان صار عندي، واخر شيء ظل عندي الشبل. اوه طلع الفجر والعصفور صوصو، اخيرا صرنا بالصبح. حسي هيك بقدر اشوف زي العالم والناس، بقدر اختال الخرفان بدون ما يشوفوني. لا بيشوفوني. هيك بدي اسوي فرن، بدي اسوي فرن، بكفي لفرن، بدي اشوي الايرون واستنى عبال ما يخلصن. اوكي خلينا نرجع نكسر من اول وجديد. اوه بقرة حمراء، هاي جاي من عالم النذر يا اخوان، هاي اسطورية البقرة، ما راح اقتلها لانه دايما كنت اقتلها. سوري بقرة الفطر هاي. اوه بقرة ثانية، اوه بقدر اخليهم يتجوزوا هسا انه نجيب اولاد حمر، بقر حمر، اولاد حمر بقرة. لا زومبي زومبي زومبي، حاطين خود. لا 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 لازم لازم احط البكة، لازم حط الاكس، حط الاكس، حط الاكس، لا يوقعني لا يوقعني. دقيقة أنا نسيت أعمل شغلة، أنا نسيت أعمل شغلة، لازم عملتها من زمان، لازم عملتها من زمان هاي الشغلة. أوكي قتلنا أول واحد نايس. نسيت أعمل شغلة، احكوا لي إيش هي، إني أفتح مجال للون بلوك، لأنه زي ما شفتوا إجاني زومبي هسا. أوكي هسا إذا بيجيني أي حدا بقدر أطره من هون، بس يا رب ما يجيني حيوان. بدي آخذ الحبتين الأيرون الموجودات هون وأعمل ماكينة حلاقة. ذكروني كيف تنعمل ماكينة الحلاقة، هيا هيا ماكينة الحلاقة، حبتين أيرون، أعطيني صوفك وأعطيني صوفك أنت، وضايل آخر غنمة. أوكي ثانك يو، هذا أعطاني خمسة صوف معي، بقدر أسوي هسا تخت. اوكي يلا خلينا نسوي تخت. جي جي مان، صار عندنا تخت عشان ننام في الليل. ايش هيك طالع؟ اتوقع بدهم اكل عشان هيك بيجوا عندي. انا ما عنديش اكل الا لايش؟ للدجاجه. هي موجود في الصندوق هسه اتذكرت. عندي بس اكل للدجاجه عشان هيك هم ملزقين فيه. اطلع برا اطلع برا برا برا، شايفين هاي الفتحه؟ قلت لكم هاي الفتحه كثير مفيده عشان اقتلهم، عشان ازتهم من هون. لا دجاجه وقعت، الدجاجه يا اخوان لا تقعي لا تقعي. المره هاي انا كثير مبسوط من اللي قاعد بسويه. ليش؟ لانه الحمد لله يعني ما كان عندي هالاغلاط الكبيره، ما عندي اغلاط كبيره هالمره. اول بتذكر المره الماضيه ما
ما كنت اعرف اسوي اغراض او موارد، ما كنت اعرف اعمل بيت كويس، ولحد هسه ما بعرف اعمل بيت كويس، بس هاي المره راح اتعلم منكم. بدي منكم هاي المره تكتبوا لي كيف بدي اسوي بيت خرويين. والله بحثت على النت بس ما لقيت كيف، بس هي هاي انه السقفيه برا 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 برا. اوكي، ممكن تحكوا لي انه ممكن اسحب على السلسله هاي زي ما انا سحبت على محاكي مقهى الالعاب. ترى شايفكم وقع الارنب الله يخزيك يا البقره. ممكن تحكوا لي انه ممكن اسحب على هاي السلسله زي ما سحبت على ماينكرافت من اول، وسحبت على ايش كمان، سحبت على كثير العاب والله عارف. فبنعطي مجال للالعاب ثانيه، والون بلوك انا كثير بحبه عشان هيك راح اكمله. وانا اصلا من زمان بدي اكمله بس ضاعت التسييف بصراحه، فعشان هيك ما كملت هذاك. ولا انا كان والله لا 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 اجا ام الكريبر عفس ام الدنيا طير لي بقراتي. في عندي خرفان ضايل، طير الخرفان كلياتهم. طلع الارنب الغبي نط. فخلينا نرجع نكمل. زي ما قلت لكم بدي اوسع الماب، لازم اسوي حظيره للحيوانات اللي عندي. كان عندي اربع بقرات حمر، صار عندي بقره واحده. كان عندي خروفين، ثلاث خرفان، صار عندي ولا خروف. فانا قاعد بخسر مواردي. لا 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 لا. ايوه كفو يا الفتحه، والله الفتحة هاي اسطورية يا اخوان. انا اصلا عاملها للكريبر بس، مو عاملها للحيوانات الثانية، للوحوش الثانية. موبات اسمهم صح؟ اوه المستوى التالي، المستوى التالي بعد 30 ثانية. معاي وقت عشان ايش اسوي؟ لا لسه بدري للحظيرة، تعرفوا ليش؟ والله لسه بدري، كثير بدري، لانه لسه المساحة كثير صغيرة، لسه ما في داعي اني اسوي حظيرة، لانه زي ما انتم شايفين لسه صغيرة كثير حظيرتي، الماني بلوك تاعي لسه صغير. المهم وصلنا للمستوى الثالث. فبالمستوى الثالث زي ما انتم شايفين بلش يعطوني ثلج، ما راح استفيد منه الثلج الا لما اخش عالم النذر عشان اقتل البليز، اقتل البليز واخذ منه اعين التنين، اعين الوان بلوك. اوه صار يجيني كلب، جاني كلب. الكلب بصير مسعور بعد فتره، روح انقلع غاد. صح بقدر اربي كلب، بقدر اخلي كلب بوفي الي، بس ما بعرف الطريقه كيف. يمكن اعطيه عظمه، اعطيه عظمه. من وين اجيب عظم؟ طلع احكوا لي من وين بقدر اجيب عظم للكلب. اوه طلع معي 10 ايرون، نايس نايس نايس. هسه بحولهن لايرون حقيقي. اوه لحمه الخروف المات، الله يرحمك يا الخروف، الله يرحمك يا الخروف، والله كانت لحمته زاكيه. خلاص هيك فل، والله نايس الخروف، كفو عليك. في هون كمان 3 ايرون، بدي احط الثلاثه ايرون هون، بدي اخذ الفحم عشان هسه نحول كل ادواتنا للايرون، وهيك بصير الموضوع اسرع وبطول لما ينكسر. فعشان هيك احنا قاعدين بنطور مواردنا للي ما بعرف. يمكن انا الوحيد اللي ما بعرف هذا الاشي. يا برو ابعد عني، كفو عليك يا برو. اوه بلش يعطوني الجولد، نايس. بدي اخذ الايرون عشان اطور مواردي. اوكي زدت لي ثلج، شو بدي فيه الثلج؟ راح اعمل اوكي بدي صندوق، بدي صندوق، بدي صندوق، بدي صندوق، لازم احط صندوق عشان اخذ كل اغراضي واحطهم هون. اوه كمان معي 5 ايرون، نايس. يلا نبلش نعمل ادواتنا من ايرون، وممكن اعمل دروع من ايرون لانه معي ايرون كثير. انا شايف ليتس جو يا اخوان، بلشنا ناخذ الجولد، اول حبه جولد. لازم يعطوني كمان جولد، يعني عملت اغراض من ايرون عشان تعطوني كل شيء جولد. لا 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 هذول بعضوا الدجاج، بعضوا كل شيء. هذول دبان دهاض، وين راح يا بو؟ اي يا اخي وين؟ طلع طلع حلق، وين السيف؟ طلع طلع طلع، ايش بسوي يا اخوان؟ قتل لي الدجاجه، قتل لي الدجاج، الله ياخذك. هذول ما بحبك يطلعوا لي هذول. شوفوا ايش راح اسوي، اوكي؟ بدي اياكم تتعلموا اساليب الخبث، حتى واقول لكم وانتم ما معكم موارد راح اعلمكم اياها، بس ثواني اتعلم انا بالاول كيف اسويها. ترى ايش راح اسوي؟ 1 2 3 اوه لسه 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 لسه، راح اسكر الون بلوك. ممكن يجيني حيوانات، يمكن يجيني حيوانات، فهي راح اكسرها. اوكي هسه بوريكم ايش راح اسوي هون. بدي اعمل باب هون عشان اذا بيجيني حيوان ادخله جوا، اذا بيجيني وحش اطلعه برا. صار لازم اعملها واوسع المنطقه. طلع 26 ديرت، 26 ديرت. راح ابلش استخدم الخشب عشان اخلص من الحيوانات لانه كثير. طلع طلع واقف عندي، ايش بدك؟ فزي ما قلت لكم راح ابلش استخدم الحجر وراح ابلش استخدم الخشب عشان اخلص من هذا الموضوع. خشب ما راح استعمل لانه راح استعمل حظيره، خشب للارضيه ما راح استعمل. شكلي راح ابلش زي ما قلت لكم استعمل الحجر لانه ما في عندي ولا ديرت. يعني انا بصراحه ما بدي اعمل وان بلوك يطلع منظره خرا بصراحه، انه هون يكون حجر وهون يكون خشب وبالنص ديرت، يعني مو منظر، بس هي هاي الفكره. ولا بزبط؟ والله بزبط، بس بكل منظر مو حلو. فعشان هيك ممكن اخرب شكل الوان بلوك، لازم اخربه. جولد نايس. لا 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 بقتلوا الدجاج هذول. خلص دجاجاتي ماتن، دجاجاتي ماتن. اعطيني السيف، ابلع. لا ماتت الدجاجه، ماتت الدجاجه، مات الخروف. خلاص لا تهرب لا تهرب لا تهرب لا تهرب لا تهرب، خليه خلاص خلاص ما راحوا. كان لازم سكرت هاي.
لا 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 لا. اوكي اوكي اوكي، الفكره نجحت، الفكره نجحت، الفكره نجحت على هذول بس. دوب باندا نايس، تعال تفضل. انت كيف بدك تدخل؟ انت مش عارف انا كيف بدك تدخل. هذا هذا ممكن اقتله. هذا تعرفوا ليش؟ ما في فايده منه في الحياه. طلع طلع، عندي بقرتين وهاي ريشه من البقره اللي ماتت، الدجاج اللي ماتت. خلاص روح طير انت. لا 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 لا، طير طير، ما بدي اياك. انا ما بدي اياك يا برو. انزل خلاص، روح طير، مع السلامه. لا 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 لا، ذكرها هي بتوقعك. ذكرها ذكرها، قلت لكم ذكرها ذكرها. شت شت شت، كل شيء في الحياه، كل شيء في الحياه ضدي يا بي. زومبي زومبي الارض. يا رب يا رب ما اوقع، يا رب ما اموت. اموت هون عادي، اموت هون عادي، اموت هون عادي. في اغراض وقعت، يا رب ما يكون الاغراض الغاليه، يا رب ما يكون الاغراض الغاليه، يا رب ما يكون الاغراض الغاليه. اصبر اصبر اصبر، يا رب ما يكون الاغراض الغاليه. ابعد عني ابعد عني ابعد عني ابعد عني ابعد عني. انزل. اوكي، ظل واحد ظل واحد ظل واحد. خلص مع السلامه. نايس نايس، ما وقع مني شيء غالي. يا رب دائما يصير هيك، ما يوقع مني شيء غالي. لا 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 بطل يضرب. وين يدي؟ اوكي اوكي، لقيت يدي. اقتلوني هون اقتلوني هون اقتلوني هون. اوكي، ليش يقتلوني هون؟ عشان اقدر اجمع الاغراض بس. هي هيك، يلا يلا، مع السلامه مع السلامه مع السلامه مع السلامه مع السلامه مع السلامه. اوكي نايس. شفتوا هون؟ هاي قاعد بجمع كل شيء، ما وقعش مني ولا شيء، الحمد لله الحمد لله. نايس، راح اسكر هذول من اول وجديد واوسع الخريطه اللي مو راضي تنتهي توسيعها. تعرفوا متى بزعل؟ لما يروح الخروف التخت. اذا راح التخت هون كثير مصيبه، لانه راح نبطل نعرف ننام بالليل، ما عندنا خرفان. هسه حاليا يا اخوان بدنا نسوي الحظيره، فزي ما انتم شايفين بدي اخذ كل الخشب اللي عندي واسوي الحظيره. لازم اسوي الحظيره حاليا، خلص فيش مجال. كل انواع الخشب طبعا راح تشوفوا هسه، الوان بلوك الوان، حرفيا الوان. فوين راح نبلش؟ وين راح نبلش؟ لا لا، اول شيء بدنا نعمل السكه او الحاجز. بعد ما اخذ الستيكس بدي اعمل سور. كيف راح اعمل سور؟ دقيقه اجمعها من اول جديد. تعالوا هون، خلينا نبلش بعمل السور. عمل السور عمل السور بعد ما ماتوا، يعني انا تذكرت اعمل هاي الشغلات، كان لازم عملتهم قبل والله، بس يلا عادي عادي عادي. هاي اول زائر عندنا، البقره. نايس يا البقره، كفو عليكي، اجت لحالها بدون ما اقولها. هذا بدي اسوي هذاك الباب اللي هو لازم نسوي هيك. اوكي يلا، فوت جوا بالله عليكم، فوت جوا بالله عليكم، لا تغلبوني، كفو عليك. البقره ماتت، البقره ماتت، البقره ماتت. لا عليك لا تموتي، لا تنجن، انجنت انجنت انجنت، لا تروح لا تروح، خلص هديت خلص. قلت لكم فوتوا جوا، ما رديتوا صح؟ انا الله لا يوريكم، عادي ما لي دخل. المشكله انا باكل هواء، مش هم، انا هم راح يموتوا بس انا راح اموت من الجوع. لا 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 لا، انت لا تكون عندي. لا هذا ضل ياكل الدجاج يا اخوان، لو يموت احسن، لو يموت احسن. اعطيني الاكس. روح انقلع انت، يلا انكسر. كنت عارف. اوكي كلب كلب، معي عظمه، تعال يا كلب، معي ثلاث عظمات، تعال. هوي وين؟ مو راضي ياكلهن، تعال معي. صار وفي هيك. صار وفي. كيف بدي اعمل؟ كيف بدي اعمل؟ كيف بدي اعمل علاقه؟ تعال 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 يا برو، تعال. كيف بدي اسوي حبل؟ والله نفسي اسوي حبل، لازم اتعلم، علموني كيف اسوي حبل، اكتب لي بالتعليقات ايش لازم اضيف. صار وقت النوم، وحتى انا صار وقت النوم بالنسبه لي كمان، يعني نسيت. فلازم نخلص كمان اشياء كثير في هذا الفيديو، والله ما اخليكم، يعني راح ابسطكم هاي المره، مش عارف فوق ال 15 دقيقه عشانكم. ماينكرافت بتعرفوا انت دائما لازم يكون فوق 15. لازم اروح انام، لازم انام، قلت لكم لازم لازم اروح انام. كفو يا الكلب، عضه عضه عضه، روح عضه روح. لا لا تقع لا تقع لا تقع لا تقع لا تقع، والله الكلب اسطوره، الكلب والله اسطوره الكلب. كفو، لا تقتل كلبي، كفو عليك الكلب، اقعد. نايس، بس بدي اياك برديك. فزي ما قلت لكم انا مش عارف ليش طول لهالدرجه. اوكي خلص الليفل اخيرا، فهون راح يكون نهايه المقطع. فبتمنى المقطع عجبكم، لا تنسى اللايك وتشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات، تشاركوا المقطع مع اصحابكم اذا حبيتوا، واذا ما حبيتوا شكرا لكم كمان. كان معكم ليث، مع السلامه.